إنها تجربة رائعة وفريدة من نوعها. يمكنك أن تأتي إلى إسبانيا في أي وقت من السنة، لكن ستكون زيارة فريدة إذا جئت إلى بينول وفالنسيا أثناء مهرجان قذف الطماطم. إنه حدث كبير وعرف أول مرة بالبرازيل. إنها المرة الأولى، كلانا من إنجلترا، وهذه المرة الأولى التي نجيء فيها إلى هنا. إنه رائع جداً. سأعود مرة أخرى العام القادم.